السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ناجي. الإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه ليه جملة شهيرة جدا، قال اجتمع عن الناس ثلاثا: ذهبك وذهابك ومذهبك. طب يعني إيه الكلام ده؟ الذهب، ذهبك اللي هو حالك ومحتالك، ما تقولش لحد أنت بتعمل إيه ولا ناوي على إيه، محدش يعرف عنك حاجة إلا إذا كان في ضرورة إنك تعرف حد. لكن تمشيش ماشي في الشارع وعمال تقول كذا كذا أنا كذا. فكل صاحب نعمة محسود، ودي حقيقة. طيب ايه ذهابك؟ ذهابك ده الحاجات اللي انت ناوي تعملها، هتخطب، تشتري شقة، هتأجر، هتبيع، هتشتري، هتسافر، هتيجي، احلامك ما تحكيش عنها. سيدنا يعقوب لما سيدنا يوسف حكاله الرؤية بتاعته وهي لسه ما حصلتش، قال له جمله يعني الايه القرانيه وضحت مبدا: لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. وهم اخواته. طيب الحاجه الثالثه مذهبك، انك ما تقولش نصيحه او تقول راي ما دام ما طلبش منك حاجه. يعني ما دام ما طلبش منك انك تقول نصيحه او تقول راي، ما تعرفش الناس فكرك ماشي ازاي. ودي حاجات انا شخصيا عندها على كبر، يعني وانا صغير لو كنت مشيت بالحاجه دي او لقيت اللي علمني كده كان الوضع اختلف تماما. احنا برضو ايه، بالتجارب وبالمعرفه وبالثقافه وبتقعد مع الناس واللي وبتقرا اتعلمت، اخدت كورس في الحياه. طب الكلام ده ازاي يتوافق مع الايه الكريمه اللي بتقول: واما بنعمه ربك فحدث؟ يعني المفروض لما تظهر نعمه ربنا عليك تقول. لا، في فرق. نعمه ربنا حصلت بالفعل عليك، فانت بتوسع على نفسك وعلى اهل بيتك بدون تبذير ولا تفاخر. يعني ما تجيش في الناس تقول ايوه انا اللي لابس كذا، ايوه انا اللي معايا كذا، ده تفاخر. انما النعمه تبقى باينه عليك بدون ما حد يعرف عنك حاجه، وان حد يكلمك حاجه الحمد لله هذا من فضل ربي. كلمه من فضل ربي دي كبيره وملخص حاجات كتيره، ومعناها ما تقولش مالكش دعوه، تقول اللي قصادك مالكش دعوه. فدي قاعده يا ريت نربي الصغيرين، بما اننا ما لحقناش او فهمنا الكلام ده، نربي الصغيرين عليه. يعني في ناس عرفتها لوحدها، ده كتومه، وفي ناس يعني بتتكلم مع الناس عادي بحسن نيه، وفي ناس بقى قاعدين لك على الوحده، حاسدينك على اللي يعرفوه واللي ما يعرفوش، مقدمين الحسد حتى عليه، والحسد مذكور في القران. والحسد ما بين كل ده، يعني مش لازم يكون عندك انت مال قارون عشان تحس عليه، لا، ما انت برضه قاعد مع حد يبقى باصص لك النعمه في مستواك الثقافي الفكري في الاجتماعي في كل حاجه. هو حسد. كل مستوى وله حساد، يعني حتى رجال طبقه رجال الاعمال فيها حساد، من قال لك ما فيهاش حساد؟ فلازم نتعلم حته اللي هو ذهبك ما تعرفش حد عنك حاجه الا اذا طلب منك او شايف ضروره كده، وذهابك ما تقولش هتعمل ايه، دي نصيحه قرانيه حتى: لا تقصص رؤياك على احد على اخواتك فيكيد لك كيدا. يعني نبي بينصح نبي من اخواتك، يقول له اخواتك، ما قالش لسه قرايب بقى واللي حواليك واللي جنبيك، لا، ده له اقرب حد ليه. الحسد موجود، ملوش قاعده هيكون عند مين موجود وعند مين مش موجود، ومين مش موجود عنده الكلام ده، لان هي ممكن تحصل بغير الايه؟ بغير النيه. لذلك ربنا قال في القران دايما تقدم في كلامك ما شاء الله، واذا دخلت جنتك قلت ايه؟ ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. فانت عشان تخفي حتى انت وممكن تكون بتحب حد تيجي تقول يا لا، قول ما شاء الله حصل كذا، ما شاء الله ربنا يوسع عليك، دي حاجه مهمه قوي. يا بخت اللي عدى علينا واستغفر ربنا فزاد حسنه وزدنا احنا حسنات وغفر ذنبه واتغفر ذنوبنا. سلام عليكم.